أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. المغرب يعتمد شهادة التلقيح لكل راغب في التنقل. كشفت يومية الأحداث المغربية أنه من المنتظر أن يتم تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 من شهر ماي المقبل بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح المصدر المذكور أن اللجنة العلمية والتقنية اقترحت تغيير مشترة منح رخص التنقل بين المدن المعمول بها في ظل حالة الطوارئ الصحية من خلال اعتماد شهادة التلقيح لكل راغب في التنقل، والتي توفرها السلطات بمجرد تلقي المواطن الحقنة الثانية من اللقاح، وذلك إما عن طريق البوابة الإلكترونية التي وضعتها رهن إشارة المستفيدين أو بالمقاطعات. وأكدت اليومية ذاتها أن بعض المدن بدأت فعليا في العمل بهذه الإجراءات كاجتهاد من السلطات هناك، على أساس أن يتم تعميمه على باقي المدن بعد الإعلان عنه بشكل رسمي، خصوصا أن التلقيح ضد كورونا يعتبر السبيل الوحيد في الوقت الحالي لتحقيق مناعة جماعية لوقف انتشار الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.